لم يكن الأمر صادما فقط، بل كان بحد ذاته مصيبة وقعت على رؤوس أحبته. النجم محمد قنوع يودع سماء الدراما السورية، نجم إن غاب عن الحكايات يكون حاضرا في الذاكرة. هذا هو الفن وهذه هي الحياة أيضا. Happy birthday to Adnan. Happy birthday to you. بكلمات عصفت قلوبنا جميعا ودع الوسط الفني أحد أحبته، ولكنه سبقهم ونعى نفسه قبل أيام. قال وداعا شومان، وبعد أيام قلنا وداعا أبا مروان. الغياب هذه المرة لم يكن استراحة، ولا كان عملا آخرا أو فنا آخر. هذا غياب طويل إلى حياة أقل قسوة وأكثر راحة. لن نعاود الانتظار، لن نسأل، سيكون الأمر محتوما أن الغياب كان أكبر منا وأقوى من أحاسيسنا. ساعات كثيرة وإبداعات هائلة سنراها باللون الأبيض والأسود فقط. لم تكن الحكايات التي سيكون أحد أبطالها ملونة. عصفت الرياح بنجوم الدراما السورية، وبالأمس أخذت من عيوننا وقلوبنا فنانا لن يختلف العالم أجمع على حبه، بشخصيات أخذت من مشاعرنا الكثيرة وأعطتنا من روحها الكثيرة والكثيرة. محمد قنوع ينحدر من عائلة أوصلته لعالم مليء بالإبداع والإخلاص، والبارحة خبر الوفاة أوصلنا لعالم من الحزن العميق. الفنان قد أحيا ذكرى وفاة والده، ولم يكن يعلم أننا سنحيي وفاته بعد أيام. ثمانية وعشرون عاما حفرت في ذاكرتنا، في مرايا وبقع الضوء والعربج وأيام الدراسة. شخصيات كثيرة أضحكتنا وأبكتنا، ووداعه الأخير كان بوصية لن تمحى من آذاننا. لن نقول وداعا محمد قنوع، بل سنواسي أنفسنا على خسارة كهذه، فوجوده في الذاكرة والقلب تكسر رهبة هذا الغياب. شباب، هذا كان آخر درس بالنهج. بجوز بعد اليوم كثير منكم ما بقى شوفون ولا يشوفوني. مشان هيك أنا بدي إياكم تضلوا متذكريني، لأنه عن جد أنا بحبكم.